قطاع الإصلاح الزراعي من القطاعات المهمة في وزارة الزراعة، وبيساهم بدور كبير جدا في عملية الإنتاج من خلال جمعياته المختلفة. وكاميرا سعد صبحية كانت في إحدى جمعيات الإصلاح الزراعي بالفيوم اللي بتنتج أنواع كتيرة جدا من الجبن وعلى مستوى عالي جدا من الجودة. الفكرة طرأت من اصلا توافر الماده الخام في محافظه الفيوم وهي اللبن. تتميز محافظه الفيوم بانتاج كميات من الالبان بيعتمد عليها حتى بقيه المصانع على مستوى الجمهوريه، فاحنا حبينا ان احنا نستفيد بالميزه النسبيه دي للماده الخام وهي اللبن، وابتدينا مشروعنا من سنتين في التنفيذ، وشغالين حاليا بقى لنا 6 شهور فبكوره انتاج أولية. التدخل البشري هنا ضعيف جدا، حتى معاليك تلاحظ ان عدد العمال قليل اصلا. احنا عندنا وحدة انتاج استلام اللبن، مضخات بتستلم اللبن من خارج المصنع. منطقة الفيوم الإصلاح الزراعي فيها بتخدم في 11 جمعية إصلاح زراعي، فيها 10 مشاريع تنموية موجودة من ضمنها مصنع انتاج وتصنيع الألبان بعش. مصنع استفادت بدأ السنة اللي فاتت وحقق استفادت حوالي مبيعات حوالي 1,200,000. طبعا المبيعات دي ما تحققش اللي احنا بنرجو منه، احنا عاوزين نستعد ان شاء الله هنعمل اكتر ان شاء الله السنه دي. عندنا مشاريع تانية في المديريه في مناطق، احنا عندنا 3 مناطق، عندنا في منطقه طميه على سبيل المثال عندها محطه دواجن التسمين. عمليه صناعه الجبن داخل الجمعيه بتتم على درجه عاليه من نظم الامان والجوده، وبيتم جمع الألبان وخضوعها لكل الاختبارات الخاصة للتأكد من سلامتها. أنا هنا أول حاجة بعملها الصبح بستلم اللبن، طبعا بيجي لي عينات اللبن، لازم أخد عينة شاملة من كل الأحواض اللي جاية عندي في اللبن، وبعمل لها تحليل على جهاز إيه؟ جهاز استلام اللبن اللي هو جهاز الإيكو ميلك. طبعا عندي الجهاز فيه 6 تحليلات، في نسبة الفات، وفي نسبة البروتين، وفي نسبة المية المضافة، وفي نسبة المادة الصلبة لا دهنية، ونقطة التجمد. ده أهم حاجة إن أنا بستلم اللبن بناء على هذا إيه؟ 6 نقط. أي خلل عندي اللي هي نسب ثابتة إن أنا بستلم بها اللبن. لو في نقص في أي في البروتين أو في النسبة أو في مية أو في الفات الدهن اللبن عندي برفض العين على طول. إحنا هنا طبعًا بالنسبة للتصنيع بنبدأ استلام اللبن بداية، ونعمل له اختبار بيعمله المهندس مدير إنتاج المصنع الوحدة، بيعمل له عملية الاختبار بتاعه قبل الاستلام. بيخش اللبن بعد كده بيخش على مرحلة الفرز، بعد الفرز بيخش عملية البسترة. البسترة بتتم على درجة حرارة عالية جدا بتصل لحوالي أكتر من 70 درجة. بعد كده بيخش على مرحلة التجنيس والليوف والترشيح. بالنسبة لنا احنا هنا عندنا الوحدة شغالة على أساس إن احنا نشغل أهالي الفيوم عليها، وبعدين احنا لسه في المرحلة الأولى وإن شاء الله هنكمل المراحل التانية. مصنع الجبن التابع لجمعية الإصلاح الزراعي بالفيوم على درجة عالية من الأمان والجودة، ووزارة الزراعة بتولي اهتمام كبير جدا بالتحديث والتطوير في القطاعات المختلفة لزيادة الإنتاج وخلق توازن بين الإنتاج والاستهلاك. أحمد سعيد، ساعة صبحية.